كان تحالف استباقي ديال ثلاثه الاحزاب اللي هما الاحرار كما قلت حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، كانوا باش نخلقوا المشهد السياسي ونخلقوا التجاره، نخلقوا يعني هذه المؤسسه هذه باش ما يكونش كما نقولوا بالعباره ديال الشارع الخباطه، باش نكون معك واضح، الخباطه حنا بغينا نحيدوا نفوتوا الاتجاه اللي كيهضر عليه سيدنا دين، حنا بغينا وجوه جداد، بغينا الشباب، بغينا النضوض بهذه المؤسسه للمستقبل، مؤسسه ولات كبيره، ما بقاتش كازابلانكا، ولات 148 عضو كازا سطات، وهذه هذه المؤسسه هذه ما كديرش الخدمه ديالها، علاش؟ القانون ديالها شويه ضعيف، وحنا غادي بوجودنا بالمكتب القوي ان شاء الله غادي نخلق غادي نبدلوا فيها تغييرات ديال القانون باش تكون قوه اقتراحيه وتكون كتنافس الجمعيات اللي داو نفس الصلاحيات ديالنا. انا معروف ما عنديش حزازات مع الاخوان، هذا لون هذا لعب كنلعبوه ديال التجاره والصناعه والخدمات، اللون السياسي باش نطلعوا للرئاسه، ولكن انا ملي كنطلع للرئاسه كنكون كنشتغل مع كل شيء، كنشتغل مع 148 عضو كلهم رؤساء، اللي عنده شي مشروع كنقول لهم مرحبا بكم اجيو نخدموه جميع ونطبقوه، اللي عنده شي فكره حنا موجودين، الشباب عنده مشاكل حنا موجودين، ما عمره كنت انا ضد شي حزب، حنا ملي كنطلعوا الرئاسه كاين يعني كنحكموا لواحد احتكام ديال اقتراع وديال التصويت، ملي كنطلع للرئاسه كنولي ديال كل شيء، ما عندناش خصوم نهائيا في التجاره، الميل في الاول هو القانون ديال المؤسسه هذه والمقر ديال المؤسسه خصو يكون في المستوى المطلوب، المقر ديال هذه المؤسسه هذه، وعندنا مشاكل كذلك مع البنيه التحتيه، وعندنا مشاكل مع التجار والمشاكل ديالهم، حنا بغينا هذه الجهويه تكون قويه ويكون ممر اجباري ديال التجار هذه الغرفه هذه، والهضره هذا وعد مني كيكون ممر رخص تجاريه، خصها تفوت من الغرفه التجاريه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.